السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ لو سمحت في سؤال. سلي. الواحد يطلع زكاته لأخوه، هو مدرس ومرتبه ما يقرب من 3000، بس عليه حاجة في الفلوس بيدفعها في العيلة 500 جنيه، يعني ما بتوفرش. هل هو مسكين؟ أمانة مسكين له دخل لكن لا يكفيه، أو هو فقير؟ هو ليه دخل، هو مدرس ليه دخل ثابت. أيوة، لكن هل الدخل هذا يكفيه أو لا يكفيه؟ لا يكفيه. نعم. معاه 4 أولاد. سؤالي، معذرة ارفعي صوتك، هل الدخل يكفيه أو لا يكفيه؟ هو معاه 5 أولاد، يا لا أختي يكفيه. افهمي كلامي، معه 15، بسأل هالسؤالي، هل دخله يكفيه أو لا يكفيه؟ لا يكفي. إذا هو مصرف من مصارف الزكاة، تعطيه زكاته. طيب شكرا. الله يكرمك.